على كل حال سألنا الناس ما الذي يجعل الشخصية الإيجابية شخصية سامة؟ نتابع الإجابات. ممكن يعني يواجهوا مشاكل بالعمل، شغلات زي هيك تتحول الحالة عنده فورا، الظروف الاقتصادية عندنا، الوضع الاقتصادي، الأمور يعني ممكن شخص مثلا ممكن يزعجك، يعني أنت نازل مبسوط أمورك تمام، تشوف الشخص يعني تتحول أمورك أمور سلبية. في أصحاب طاقة إيجابية وما يحول الموضوع دائما إلى طاقة سلبية وطاقة سامة عن طريق الانتقاد السلبي، كل شيء عندهم سلبي، تطلع صبح سلبي، حتى تصحى من النوم في ناس بيصحوا من النوم بدل ما يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله، يا ميسر يا كريم يا فتاح يا كريم، بيروحوا باتجاه الانتقاد. بتعرض لانتهاك حقوق، لظلم، لعدم عدل، لعدم مساواه مثلا، انا شخصيه ايجابيه مثلا متفائل، اتعرض لظلم، لانتهاك حقوق، لكذا، لا انت تتحول لشخصيه سلبيه وسامه بنفس الوقت. المحيط اللي حواليك، البيئة اللي أنت فيها، شوف البيئة اللي أنت فيها إذا هي بيئة سلبية لو مهما كان عندك طاقة إيجابية، لو مهما روحك إيجابية رح تتحول لبني آدم سلبي. الفشل، الناس اللي حواليه، الإحباط، الظروف، الأقدار، وبالمقابل أي إشي بالحياة بده شحن، والإنسان أهم مكون لازم نضلنا نشحن بطاقاتنا. إما التربية يعني بتكون من الأساس، غير الواحد مش متعود على صدمات، أو أحياناً صدمة في الحياة، وهي أحد الأسباب الكبيرة للناس، إما صدمة بناس بيكونوا ثقة فيهم، أو أحياناً في الدراسة، أحياناً في العمل، فهي من الأسباب الرئيسية.